مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي اكلي اونلاين. اليوم فيديو كتير مميز وكتير حلو، غريبه بالفستق، كتير طيبه وكتير هشه. حبيت اشارككم هالوصفه من صديقه غالي علي كتير، وصفاتها كلها يا ناجحه، بتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. المقادير: ربع كيلو سميد ناعم، ربع كيلو طحين، ربع كيلو سمنه، معلقه ونص سميد خشن، 100 جرام فستق حلبي مطحون، 125 جرام سكر بودرة، معلقة ونص سكر خشن، نقطة ملون أخضر جل، أو هي رأس المعلقة بناخد ملون أخضر بودرة. حطيت السميد مع الطحين. هلأ بدي أضيف السميد الخشن، حطيت معلقة ونص، كمان حطيت معلقة ونص سكر كبار مثل ما أنكم شايفين، حطيت الفستق المطحون تقريبا 3/4 كاسة فستق مطحون، قلبتهم كلهم مع بعض. حطيتهم على طرف. هلا حطيت السمنة بقلب الخفاقة وضفت لها سكر البودرة وبخفقهم على سرعة عالية لتبيض السمنة وتصير كريمية. ما بتاخد وقت كتير، يعني وقت كتير بسيط بتكون خلصت. هاي حطيت الملون، انا عندي اياه بودرة، حطيته فوق المزيج الناشف وقلبتهم، يعني شي كتير بسيط حطيت. بعد ما جهزت السمنة بدي اضيف النواشف عالسمنة والسكر، كمان اقلبها تخلص كل الكمية. الغريبة ما بدها عجن ابدا، هي مجرد تقليب مع بعض بس. بعدين بدي الم لم مو اكتر، يعني ما بصير عجنة. بدي اتركها لتاني يوم عشان حبة السميد تتشرب السمنة وتتفتح. حطيتها بالبراد. تاني يوم طلعتها من البراد، بدي اشتغل فيها وهي باردة، ما بصير تكون سخنة. بنحب نعملها حلقات مثل الكعك، بنحب نعمله بطريقة أسهل، إنه نحن نحط طابة مدورة ونحط لها فستق عايل. ورجيتكم موديلين بشكل عام كيف بتحبوا ممكن تعملوا، المهم الطعمة بتاخد العقل والطعمة كتير طيبة. طبعا هاي الطريقة كتير أسهل، نضغطها بقطعة من الفستق الحلبي، بضل بتابع هيك لتخلص معي كل الكمية. هاي الصينية بدي أشيلها أحطها بالبراد لمدة ساعة على الأقل، ترجع تجمد السمنة، وأشيلها أحطها بالفرن بدرجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق لربع ساعة، بطفي من تحت، برجع بشغل من فوق 3/4 دقايق مو أكتر. هي صارت جاهزة، ما بحركها من الصينية لتصير باردة تماما، بعدين بنقلها على صحن التقديم. صحة وألف هنا، من الأطباق جدا راقية جدا طيبة، وبنصحكم تجربوها، سهلة كتير. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك ليصلكم كل جديد. كل عام وأنتم بألف خير.